50 سنة يا مرة، سنية أمك برضو ماتت في نفس العمر ده. رجعت ماتت في المدافن. مالك سنية؟ ماتت جنب عملها الأسود. أمه وانت عشت عمرك كله فاكرة أنها ماتت أوحش وأصعب موتة. أديكي هتموتي معدومة وملعونة من كل اللي عرفوكي، حتى الحادثة خرجتي منها عشان ربنا مرضيش تموتي بسرعة، سابك كده عشان تتعذبي قبل ما تموتي. مرة جايلك زيارة. مين؟ واحد كده شكله بيه. واحد؟ ايه مش عاجبك؟ كنت فاكراهم تلاتة. تلاتة؟ ليه ان شاء الله؟ ست مرة، انا شريف نور الدين، صحفي وكاتب، وكنت لو تسمحي عايز اتكلم معك شوية. وانا مش عايز اتكلم، بس صدقيني الكلام ده هيفيد. اشمعنى انا؟ السجون مليانة. عرفت طريقي منين؟ من ولادك.